ده شق التعبان. شد كده عشان تعرف ان الماسك خلاص. التحتيه دي تحتيها كهف. مسمينا هنا مالديف دهب. بلو هول المصريه، المكان ده بيقولوا عليه ساحره الغواصين، والمكان الاكثر غموضا اللي فيه نفق الغوص، وده بقى الاكثر جمالا في العالم. المكان موجود في دهب وبيجيله الاجانب من كل بقاع الارض. عمق تحت 20-25 متر، تعدي من شقة الثعبان ده عمق مفتوح تحت 300 متر 400 متر، عشان ينزلوا في الثقب الازرق او زي ما بيقولوا الحفرة الزرقاء. سر من اسرار تكوين البلو هول هو اصطدام مذنب بالارض قبل التاريخ، وده عمل حفرة عميقة جدا تحت سطح البحر مش موجود زيها في العالم. كل الأجانب اللي بيجوا هنا علشان يغطسوا هتشوف جواه أجمل أسماك الكون وكل الكائنات البحرية اللي هتزغلل عينك. ده غير الكهوف المذهلة اللي عبارة عن سحر من أسحار الكون. بعد ما تغوص في البلو هول هتاخد بعضك وتكمل الرحلة على محمية أبو جالوم، ودي بقى خيال. مش شرط ان انت يكون معاك المعدات دي، كيف ممكن تيجي تجرب منك تبقى اسعار رخيصه جدا. الماسك لازم تعمل عليه تشيك. ايوه كده تعمل كده تاخد نفس من الخيمه لورا جامد قوي. تشد كده عشان تعرف ان الماسك خلاص. لو عمل الصوت ده اعرف ان هو يعمل معاك الشكل دوت تمام. وبعد كده تبدا تمسك الماسك كده. نرجع بقى على اللايف جاكيت. اللايف جاكيت بنلبسه كده. في كليبسات هنا بناكد عليها، لازم ناكد عليها جامد قوي كده. ممكن نربط الثلاثه، ممكن نربط اثنين بس عشان يبقى ايه بالظبط كده تمام. في كمان واحد هنا دوت بنزله هنا بتوين يور ليجز هنا كده كده تمام. ده عشان خاطر برضو ايه ما يقعش منك، ما تشدش كده عشان ما يطلعش لفوق ويبقى ويطلع الماسك يقع عشان ما تفكش الماسك بتاعك. تمام. والرحله بتاعتك تبوظ. تمام. لازم يا جماعه نلبس الشوز ده امان جدا. كمان مش امان عشان رجلك وبس. يعني مش معنى ان انا البس الشوز دوت يبقى انا ادوس على الشعر. ما ينفعش ان انا ادوس على الشعر عشان ما تتصرفش. طبعا الشعر المرجانيه ده حاجه ثمينة جدا. طبعا نمشي مع جاي عشان لو انت مش عارف المكان عشان ما حدش. اول حاجه ما تدورش، ثاني حاجه لان في شعب ناريه بتكهرب فما ينفعش ان احنا نلمسها. كان هنا في فتحتين، فتحه اسمها البيلز اللي كله بينزل منها، هي بالظبط كده زي سمول كانيون سي ماي فينجرز. ننزل كده من النص كده ونطلع لو احنا جروب 1 باي 1، وبعد كده بناخد يمين. اليمين ده لاين اللي هو اللي ايه الشعب دي كلها لحد ما بنطلع من البلول. في تو اكزيت في البلول ممكن بنطلع منهم، وبعد كده بترجع على مكانك تاخد عدتك وتبدا الرحله على ابو جالوم بالمركب. معانا احمد ده واحد من الغطاسين اصحاب الخبره هنا، بقى هيقول لنا يعني ايه اللي هيحصل دلوقتي. يعني احنا دلوقتي ماشيين في وسط الصخور، رايحين فين؟ رايحين محميه راس ابو جالوم. راس ابو جالوم دي محميه طبيعيه فيها شعب وسمك، بنقضي وقت جميل هناك، وبنركب يخت صغير كده في المركب ربع ساعة بالظبط زي الناس اللي هناك دول. ربع ساعة في المية باليخت ده كده بنوصل لغاية راس أبو جالوم. بننزل المية هناك حوالي ساعة، شعب وسمك سنوكل هناك راس أبو جالوم. وبعد كده بنروح محمية تانية اسمها بيلاجون. بيلاجون ده شط رملة. ايه؟ شاطئ رملة بس مية نظيفة جدا يعني. مية كويسة، لسان كده في قلب المياه والمياه نضيفة. مسمينا هنا مالديف ده. مالديف ده؟ انا اعتقد ان هي بتبقى يعني بالمنظر اللي انا شايفه ده يا جماعه احلى من مالديف اللي بره بمليون مره يعني. دي منطقه البلور. ده اسمه البيلز. ده البيلز. بص يا جماعه شقه الثعبان زي ما بنقولوا عليه، عشان هو عامل زي شقه الثعبان كده من النص اهو. وعلى اليمين كده من فوق حجاره من تحت شعب، من اول
هو من تحت شعب، من اول ما تنزل من هنا كده عمق تحت منه 20-25 متر، تعدي من شقه الثعبان ده عمق مفتوح تحت 300 متر 400 متر. يا نهار ابيض، يعني زي ما انتم شايفين اهو هنا ده العمق ده هنا 25 متر، قدام شويه كده بعد الشقه اللي مفتوح ده بتوصل لحد 300-350 متر. تجارب من كل دول العالم بييجوا هنا علشان بصهم متجمعين هنا عند منطقة شقة التعبان. ده شقة التعبان، انزل في شقة التعبان هتاخد بالك من الصخور. يا جماعة انا هنزل لكم تحت شوية. ورايا يا جماعه الثقب الازرق، هي جميله وفي نفس الوقت مغامره، مغامره غير طبيعيه. اول مره اشوف كده في حياتي. مغامره كويسه. اول مره اشوف كده في حياتي حقيقي. يعني في البلز قدام اسمه شقه الثعبان ده اللي احنا نزلنا منه. ده اول مكان اللي انت منه. والسروك بينزل منه سواء ده او ده بينزلوا من نفس المكان ده. كل الطريق ده شعب، يعني كل الطريق كده سمك وشعب لغايه ما تخش البلول اللي هو السوق الازرق قدام اللي احنا دخلناه. الارج الشعب اللي كان تحت اللي كان على عمق مفتوح على ايديك الشمال واللي كان على ايدينا اليمين في البلول عموما على خط الخلاق. في كوف هنا من تحت في الشعب دي زي الطفل مثلا انت شفته نزل من المكان كده بتاع اللي انت صورته، نزل من حفره وطلع من حفره ثانيه خالص، بس الكوف دي بقى بتبقى في الشعب من تحت. فالغطاسين بيبقوا عايزين يكتشفوا الكوف دي او ان هو يعني يكسر رقم قياسي ما حدش عمله قبل كده. بعدها هتاخد بعضك برضه في نفس ذات الرحلة وتطلع على مالديف مصر. الرحلة دي كلها هتكلفك حوالي 500 جنيه بس. عايز اقولك ان في ناس بتيجي من اخر العالم وبتدفع دم قلبها عشان تعملها، وانت هنا قدامك وما تعرفهاش. تعال بقى شوف روح المغامرة في حلقة جديدة من برنامج فتحي شو. الرحلة دي مش مكلفة، اللايف جاكيت والماسك والشوز انتوا هتأجرون كلهم على بعضهم بحوالي 100 جنيه لو انت عندك طبعا هات انت جاي محدش يقولك حاجة، تمام. بتيجي تحجز بقى بعد ما بتخلص تذكرة في الزورق ده علشان خاطر تطلع على ابو جلوم. دلوقتي انت ممكن في وسط الجبال دي جماعة تخرجكم صور مش هتتخيلوها، مش هتعرفوا تعوضوها تاني. طبعا يا جماعه بما ان انا كبير غطاسين مصر يعني الحمد لله رب العالمين، فانا مش هعمل دايفنج، هعمل سنوركل بس عشان انا معيش رخصه ان انا اعمل دايفنج. يعني ادعوا لي، ادعوا لي ربنا يكملها بالستر عشانكم اقسم بالله. الامور اللي قال العزيز يعني. يا هلا حبيبي. يلا يا باشا. ايوه احمد بدات الزورق يا جماعه. محمد كرشوش يا جماعه اتحركوا. هنعمل سباق اقول لك مع المركب اللي جنبينا. رحله ممتعه جدا على منطقه ابو جلوم دي يا جماعه موجوده بتطل على خليج العقبه.
محمية طبيعية. المحمية دي تحتيها كهف. السوق في مناظر تحفة. طبعا يعني عايز اقول لكم على معلومه مهمه جدا، يعني الراجل اللي هو بتاع الزورق ده لما بيسوق بينكم لو مشي براها هتقعدوا بقى تاخدوا مطبات ايه زي ما انتم شايفين كده، لكن لو سرع جامد مطبات دي هتجيب، يعني مطبات دي مطبات. كده يا جماعة احنا وصلنا محمية ابو جالوم. محمية ابو جالوم دي يا جماعة محمية طبيعية موجودة في مدينة دهب، عبارة عن كهف تحت المية المفروض ان احنا هننزل نعمل سنوركلينج فيها. فيها كهف عميق بيصل عمقه ل 100 متر. البلو ليجون حاجة كده يا جماعة خرافة الخرافة. شايفين دي مالديف مصر، ميتها شفافة جدا، طبيعتها ساحرة جدا. الغريب بقى في الموضوع ده يا جماعة في ظاهرة مناخية كده غير طبيعية، البلو ليجون وأبو جالوم في ما بينهم خط في المية كده بيعزلهم، يعني هتلاقوا الناحية التانية المية بتاعتها زرقاء وهنا المية بتاعتها تحس انها مدية على خضر شوية، بس الجو المناخي من ابو جالوم للبلو ليجون حاجة غريبة جدا. يعني حتة موجودة في الصحراء، حتة اللي هناك دي اللي بتفصل المناخ، يعني بعد الجبل ده هتلاقي الجو حر جدا، هنا هتلاقي الجو مترطب شوية، يعني حاجتين بيتغيروا معاك لون الميه والمناخ. اللي عايز يجي دهب هنا او اللي عايز يجي بلو هول لازم يسال احمد كوكب، ملوش حل ملوش حل يا جماعه حقيقي. يعني خدني من حته بعيده، احنا طلعنا بقى من حته تانية هنا، والله العظيم ثلاثه رحله ليها العجب. مصر يا جماعة فيها حاجات غريبة جدا، الأجانب بيقولها من كل أنحاء العالم عشان يشوفوها. لقيتها هنا في المكان دي قاعدة معايا من ساعة ما جيت، والله دي اللي بتحرس المكان بالليل هنا في البلو هول كلها.